أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عسرة لصحتك ومحدش واخد منها حاجة. الحقيقة احنا النهاردة هنتكلم عن مرض مهم جدا وخطير، يعتبر مرض العصر. هنتكلم عن مرض اسمه مرض الجرب. واحد يسألني يقول لي ايه مرض الجرب، اقول له مرض الهرش، لما واحد يهرش في دماغه، يهرش في كتفه، يهرش في جسمه، هو ده الجرب. اصل كلمة جرب مستقى من الحيوان الفرنسي جاربون، وده دايما يعرفوه يقولك دي ليه جاربون، اللي هو ترجمته بالعربي الجربوع. دي ترجمة عندنا باللغة العربية. الجربوع ده حيوان صغير عامل زي النمس كده، بيهرش على طول من قدام وورا، عشان كده مسمينه الهراش. يقولك هراش جاي هراش جاي هراش جاي. المرض ده بدأ في القرن الثالث قبل الميلاد أيام الفراعنة. إيه القصة بقى؟ الحكاية دي بدأت أيام رمسيس الثاني وتحتمس الثالث. مصر أياميها الدولة القديمة استوردوا سحنة من الكلاب من دولة هكسوسيا. السحنة دي كانت كلها براغيث اللي بتحمل مرض الجرب. البراغيث دي الحقيقة لما جت مصر لقت جو مصر دافي وحلو وشربت من النيل. وفي مثل يقول لك ايه، اللي يشرب من النيل يرجع له تاني، او اللي يشرب من النيل ما يسيبوش. البراغيث دي فضلت متبتة في النيل بقى وفي ارض مصر، وانتشرت وتزوجت لغاية ما كونت اسر عديدة وصلت لنا في العصر الحديث. الرسم ده بيوضح ان هنا البرغوتة دي بتخلف براغيث صغيرة نمنمة كده. البراغيث النمنمة دي بتبقى موجودة على جلد الإنسان، دي عبارة عن الصعيرات اللي موجودة في دراع الإنسان هنا، ده اللي هو الشعر، بتبقى موجودة ما بينه هنا وبتعيش. الذكر بعد ما بيقوم بمهمته على أكمل وجه بيموت بيموت، يروح ميت. الأم بقى اللي هي دي بتفضل بقى شايلة هم الأسرة وتعليم الأولاد وتنططهم على جلد المريض وعلى شعر المريض. الأم أم يا جماعة، حتى لو في البراغيث. أنا بنصح أي عيان جربان إن هو يشوف الفتحات اللي في جسمه، لأن الأنثى بتقعد تدور على الفتحات، ولو ما بقيتش فتحات بتحفر جوه الجسم فتحات. فأي مريض عنده فتحات يا ريت يسد كل الفتحات اللي موجودة في جسمه علشان يوقف عن الأم إن هي تولد أجنة البراغيث دي، عشان نقضي عليها. ودلوقتي معانا مريض، لأن أنا شايله من فترة كبيرة قوي. المريض ده حالة نادرة على فكرة وحالة غريبة. لو بصينا كده هنلاقي ان انا حاطط المريض جوه اناء زجاجي زي رواد الفضاء اللي هم بتوع المريخ والكواكب. والمريض ده جاله جرب لما اكل سقط بطيخ مع واحد صاحبه جربان، حصل له الحكايه دي. هو مريض روش، وادي اخره الروشنه. اميمي تلاقي اميمي، شفتوا يا جماعه روش ازاي؟ بس انا بقى يا جماعه الحقيقه اكتشفت ماده هنا موجوده جوه البخاخه تترش، يقضي على انزيم الهرسونه اللي بيطلع على الجسم يخلي الواحد يهرس. بس لازم لما بخه يحط في جسمه دقيق، يغطي جسمه كله بالدقيق 3 مرات في الاسبوع. بس يبقى دقيق مش دقيق الجمعيه، انتوا فاهمين وانا فاهمين. ميمي خش على الراس. يالا يالا، عامل زي التماثيل اللي في المحلات. يالا خليك زي ما انت عايز. أعزائي العيانين والعينات، فاصل ونواصل. عدنا ونواصل. ودلوقتي أعزائي المشاهدين نستقبل مكالماتكم، ومعانا مكالمة من الأخ عماد. أيوة عماد. أهلا يا دكتور، أنا مشكلتي خطيرة أوي يا دكتور. مشكلة إيه خير يا عماد؟ أنا فرحي بعد أسبوع، لكن فجأة لقيت حاجات غريبة طلعت على جسمي وعمال اهرش ليل ونهار. انا خايف قوي يا دكتور، قول لي اتصرف ازاي. بسيطة قوي اخ عماد. عندك في البيت بانيو؟ مش مشكلة، استلف واحد. حلو قوي، استلف بانيو وملاه جاز وبنزين واقعد فيه حوالي من 5 لـ7 ساعات، هتلاقي كل البراغيث هربت وطفت. انا متشكر قوي يا دكتور قوي، وهقعد الـ7 ساعات دول والله، اهو على ما اشرب لي كام سيجاره والوقت يعدي هوا ان شاء الله. مع السلامه دكتور. مع السلامه. لا 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 يا عماد، عماد الو انت لا بص يا عماد، بص البراغيث بتحب ريحه الدخان. ايوه هي بتقرف من البنزين والجاز، لو شربت سجاير هتيجي معاك. ومعانا مدام نعمات، ونقول الو.
والنبي يا دكتور انا بحب برنامجك ده موت موت موت. اسم الله عليك انت دكتور كده حلوه ومسمسم وزي العسل. ده لو وقعت من السما وانت اتسلقفتني. المتنيل على عينه جوزي يا اخويا ما بيستحماش ولا يعرف معنى الميه ولا الصابون. اسم الله عليك بيعدي عليه ايام وشهور من غير ما يغسل حتى ايده. وتبقى مصيبه يا اخويا لو جاله جرب. والنبي والنبي لا اخلعه. اسم الله عليك يا عماد. انت بتنامي جنبه ازاي يا ست عماد؟ انام جنبه تف من بقك يا دكتور. اسم الله عليك انا نام جنبه. قال انا يا اخويا بنام على عيال. اسم الله عليك هو في واحده دلوقتي بتنام جنب جوزها؟ انا خايفه يتنيل يعيا والعيا يعديني انا والعيال. طب يا ست يا عباد ما تحاولي انت والولاد تحموه اكل يعني. عليك حاولت حاولت يا اخويا راسه ألف برطوشة ان استحمى قبله. وانا لا يمكن اخليه يكسب الرهان. اصلا يا اخويا اسم الله عليك مرهناه على مين فينا اللي استحمى قبل التاني. قولي يا اخويا اسم الله عليك اعمل ايه؟ انا مش فاهم انتوا بتعاندوا بعض في الحموم. ما هو انت لو ما استحمتيش هتبقى جربان وهو لو ما استحماش هيبقى جربان والعيال لو عنده هيبقوا جربانين والعيله بتاعتكم لو عندت هتبقى كلها جرب. في ايه هي عندي يعني؟ مع السلامه يا ستي روحي سافري دكتور غيري. دلوقتي معانا مكالمه من الدكتوره انعام. اتفضلي. اهلا دكتور، انا بحييك على برنامجك الناجح والمعلومات القيمه اللي بتفيدنا بيها. انا من منظمه حقوق الحيوان وبستغرب من معامله الناس للكلب الجربان في الشارع. الكلب ده له حقوق زينا بالظبط، ده غير انه بيتاثر وبيشعر بالناس اللي بتتقرف وتبتعد عنه، وده بيؤدي لمشاكل في غايه الخطوره على نفسيه الكلب الجربان. طب يا دكتوره انعام مفروض الناس تعمل ايه يعني؟ الناس لازم تحتوي الكلب الجربان وتعطف عليه وتحسسه ان مشكلته هي مشكلتهم، وزي ما انت عارف ان ده هيساعد كتير في العلاج. احنا بدورنا ماسكتناش وخصصنا 3 مستشفيات على اعلى مستوى لرعاية الكلاب دي. ومن برنامجك يا دكتور بطلب من كل المواطنين انهم يتبرعوا للكلاب ولو بجنيه. احنا مش اقل من امريكا واوروبا ولا كلابنا اقل منهم. انا بشكرك يا دكتورة انعام، والحقيقة انا بضم صوتي لصوتك. على فكرة أنا دراستي أيام ما كنت في ابتدائي كان في أمريكا، وفي إعدادي في اليابان، ولما خدت الثانوي كان من اسكندفانيا. يعني أنا تقريبا معظم حياتي كانت بره مصر وفي أوروبا وفي الدول المتقدمة العظيمة دي. أنا عمري ما شفت ناس بيعاملوا الكلاب بره معاملة سيئة، وهو زي ما أنت بتقولي بالظبط بيلموا لهم 1 دولار إن ذا داي، 1 دولار في اليوم. أنا بضم صوتي لصوتك وبأحييكي، وشكرا للمكالمات وشكرا للسادة المشاهدين. نرجع بقى للمريض الجربان بتاعنا. ودلوقتي نشوف الرس عمل فيه إيه. أكيد إن الرس دخل جوه جسمه وعمل مفعول. أعوذ بالله أنا مش فاهم إيه ده اللي موجود معايا ده على طول ليل نهار ده. حاجة عاملة يا سلام يا سلام. فعلا انزيم هرسونة انتهى خالص. المريض نايم نعسان زي الطفل الرضيع اللي بقاله أسبوع. يا سلام إيه الوداعة والجمال ده. عزيزي المشاهد، هذا الرس هو السبب في إنه يرجع طفل الرضيع ده. على فكرة أنا ببيعه هو والقفص ده والقفص ده والرش ده ب100 جنيه، بس في اريال بيتعلق فوق زي رادار كده دائري ب1000 جنيه، يعني سعرهم رخيص قوي، ومصاريف الشحن ثابتة أينما كنت. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة. إلى اللقاء. إيه ده؟ في إيه؟ في حاجة مش طبيعية. أنا زي ما يكون هرسونة. إيه ده؟ ميدو ميدو أنت عادتنا ولا إيه؟ ولا مي يا إخوانا يا اخوانا اللي معانا، حد منكم بس يشوف لنا دكتور لو سمحت. بس انا عايز اقول لك على حاجه، شوف لي دكتور. حرام حرام.